مساء الخير عليك زميلي العزيز امير هشام، برحب بيك طبعا والحمد لله على السلامه، الله وببارك لك يسلمك وبارك فيه. لكل جمهور النادي الاهلي للتاكيد طبعا. اهلا بيك يا كريم، منور دايما. عايز اطمن من خلالك على استعدادات النادي الاهلي النهارده وبدايه هذه الاستعدادات للمباراه المقبله امام المريخ، هذه المباراه الهامه جدا. بالتاكيد طبعا، يعني نقدر نقول كعاده لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني كل حدث حديث، خلاص البطوله بتنتهي بيبدا النادي الاهلي يركز بشكل كبير جدا في البطوله اللي بعديها او المباراه القادمه. احنا خلاص داخلين على البطوله الافريقيه والحفاظ بقى على اللقب دوري ابطال افريقيا، اللقب المحبب جدا عن كل جماهير النادي الاهلي. استعدادات قويه كالعاده طبعا زميلي امير، لكن قبل ما ابدا معاك الاخبار الخاصه بتدريب بفريق النادي الاهلي، لفته كانت مهمه جدا وكانت قويه جدا، ودي اللي بتدي رساله كبيره جدا. بعض من اعضاء النادي الاهلي نقدر نقول عليهم جمهور النادي الاهلي، تواجده خارج المدرجات طبعا او خارج ملعب مختار التتش، وهتافات لجميع اللاعبين، هتافات للاعبي النادي الاهلي، هتافات لموسيماني، المطالبه على طول بشكل مستمر في حصد النقاط، وايضا كمان المباراه القادمه هي مباراه المريخ السوداني. لفته طيبه جدا وبتنقل طبعا كل احاسيس جمهور النادي الاهلي اللي ما بيقدرش يكون متواجد في ملعب مختار التتش. عدد كبير من الجمهور عايز يتصور مع اللعيبه وعايز يوصل للعيبه رسائل كبيره جدا، لكن يمكن زي ما بنقول واحد زي 1000 بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. لفته كانت طيبه ومميزه جدا لكل اعضاء النادي الاهلي النهارده اللي هتفت باسم النادي الاهلي وطلبتهم ان شاء الله بالحفاظ على لقب البطوله الافريقيه. التدريب كالعاده كان كله حماس كبير جدا لكل اللعيبه النهارده. انت عارف لعيبه النادي الاهلي وصلت الجمعه، وانتوا وصلتوا بالتاكيد يوم الجمعه. الجمعه طبعا بقيت يوم الجمعه كان راحه، يوم السبت راحه، النهارده هي البدايه والانطلاقه للمباراه القادمه، هي مباراه المريخ السوداني. محاضره فنيه كانت سريعه لبيتسو موسيماني اللي اكد فيها بشكل كبير جدا على الفصل التام مع تاجيل مباراه النصر. خلاص عندنا جو افريقي وبطوله افريقيه قادمه، خلاص مباراتين بقى، هي مباراه المريخ السوداني ثم سيمبا، وايضا كمان وهي المباراه القادمه فيتا كلاب. يعني عندنا خلاص بقى توالي مباراه في البطوله الافريقيه بالزبط. فمحتاجين تركيز بشكل كبير جدا. حذر من اهميه هذه المباراه وتحديدا مباراه المريخ السوداني، عندهم دوافع، عندهم حافز كبير ان هم يكونوا متواجدين ويظهروا بشكل كبير جدا. لكن موسيماني اكد مع اللعيبه احنا نادي البطل، نادي بطل افريقيا، حاصلين على ثالث عالم، لكن كل الامور دي خلاص امير انتهت، عندنا مرحله جديده وعندنا تحدي جديد في المباراه القادمه مباراه المريخ السوداني. يا رب ان شاء الله باذن الله التوفيق يكون مع لعيبه النادي الاهلي ويحافظ على كل اللعيبه، لان يمكن بقول يحافظ على كل اللعيبه امير، لان يمكن عندنا بعض اللعيبه كده ظهرت اصابات واجهادات بالزبط. عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي. ابدا معاك النهارده بايمن اشرف، يعني ايمن اشرف كمان. النهارده اول لاعب لم يشارك في مران اليوم. نطمنا على ايمن اشرف، ايمن عنده ايه؟ ايمن عنده تقل بسيط في العضله الخلفيه، يعني ما نقدرش نقول ان هو مزق او شد، لا تقل بسيط جدا. يمكن الراجل النهارده ريح وطلب من موسيماني هو يكون مريح مباراه المريخ القادمه، ومن الواضح ان ايمن اشرف هيكون خارج مباراه المريخ. البركه في كل اللعيبه، عندنا عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي بيادوا اداء مميز جدا تحديدا في خط الدفاع، لكن باكد لك في بدايه الاسماء الخاصة بها الإصابة هو أيمن أشرف. علي معلول النهاردة، تعرف طبعا علي معلول العضلة الخلفية بيغيب النهاردة كالعادة عن المباراة بشكل عام، هياخد وقت شوية علي معلول. يعني نقدر نقول ثلاث مباريات القادمين انت عارف زميل أمير ممكن بشكل كبير جدا ما يكونش متواجد فيهم، لكن علي معلول من اللعيبة الرجالة واللعيبة صاحبة الخلق الرفيع، وعنده إصرار كبير وإنكار ذات كبير جدا، بنتمنى له الشفاء العاجل والسلامة إن شاء الله، يعود من جديد لمؤازرة فريق النادي الأهلي. أيضا كمان صلاح محسن، يعني صلاح محسن كانت شكوى من العضلة الأمامية النهاردة ما شاركش في التدريب نهائي. يمكن عدد من اللعيبة زي ما بقول لك أمير إجهاد، نغزات بسيطة جدا، تقل بسيط جدا، لكن مش اصابات قويه. لكن صلاح محسن خلاص مع تاكيد احمد ابو عبله طبيب النادي الاهلي 10 ايام بيبعدوا صلاح محسن عن التدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله كل اللعيبه اللي مصابه، اللعيبه اللي بتشعر باجهاد مع توالي الايام القادمه تقدر تخش تدريج ان شاء الله لصفوف فريق النادي الاهلي. بين قوسين عايز اقول لك بقى ناصر ماهر، يعني ناصر ماهر هو اللي خلاص نقدر نقول اسبوع بالتحديد وناصر ماهر يبدا يخش بقى التدريبات الجماعيه من جديد، واحد من اللاعبين الاضافات المميزه جدا لفريق النادي الاهلي. حظه وحش شويه ناصر ماهر، لكن ما تعرفش خير فين، ويمكن اتكلمت معاه قبل التدريب قال لي انا يمكن كل حاجه طبعا قضاء وقدر، لكن خلاص انا فاضل اسبوع ان شاء الله بسيط جدا باذن الله يخش تدريجي مع فريق النادي الاهلي. النهارده يمكن اتدرب بشكل فردي، احمال بسيطه جدا، جري بسيط، لكن ان شاء الله باذن الله الاسبوع ده ينتهي ويبدا ناصر ماهر باذن الله يخش مع لعيبه النادي الاهلي مع كل الكوكبه المتواجده. وليد سليمان ايضا بيستمر في التاهيل، لم يشارك ايضا تماما. كريم نيدفيد زي ما اكدنا وقلنا كريم نيدفيد خلاص نقدر نقول 10 ايام او اسبوع بالتاكيد يبدا يخش تدريجيا في التدريبات الجماعيه. العدد كبير امير من الاصابات، لكن كلها حاجات خلاص، يعني لعيبه هترجع ولعيبه بتغيب لفترات قليله جدا. ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي في كل المحافل الدوليه والافريقيه والمحليه ايضا كمان. هو بس يا كريم زميل امير المسحه الطبيه الخاصه بفريق النادي، اتفضل امير اتفضل. هو بس عشان عايزين ناكد على نقطه مهمه جدا، البعض دايما بيحاول يقلل من انجازات النادي الاهلي ويحاول يقلل من اي بطوله الاهلي بيحققها، والناس حاولت تقلل من بطوله كاس العالم للانديه. الاصابات دي ناتجه عن المجهود البدني
الكبير جدا جدا اللي كان موجود على مدار الثلاث مباريات في كاس العالم للانديه. لك ان تتخيل يا كريم، وانت اكيد متابع وعارف كويس قوي، الاهلي لاعب الدحيل طبعا فرقه تقيله قوي، عندها خط هجوم مش طبيعي، وكان في مجهود بدني جامد جدا. نفس الحال ويمكن اسخن كمان في مباراه بايرن. مباراه بايرن فرقه كلها اصلا بتعتمد على، بخلاف الجانب المهاري العالي قوي، لكن القوه البدنيه اساس عندهم. الالمان احنا عارفين الجزئيه دي كويس جدا. مباراه بالميراس بطل امريكا الجنوبيه، عملت مجهود بدني كبير جدا، فكان طبيعي ان يبقى النتيجه يبقى في تقل في عضله خلفيه للاعب، شد خفيف في عضله اماميه، الحاجات دي كانت طبيعيه جدا. ده ان دل يدل على مدى قوه البطوله اللي شارك فيها النادي الاهلي، ومدى قوه المستوى الفني الكبير اللي لعب فيه النادي الاهلي. فبالتالي هو انجاز كبير يحسب لكل اللعيبه دي ان هم قدروا يرجعوا بالميداليه البرونزيه، وان شاء الله في احلام كتير كمان بالنسبه ليهم في المستقبل. صح ولا لا يا كريم؟ متفق معايا؟ بالتاكيد طبعا يا امير، بضم صوتي لصوتك. بطوله قويه جدا، وهم دول لعيبه النادي الاهلي. لما بنتكلم على انكار الذات وروح الفانيله الحمراء وشخصيه النادي الاهلي، اي حد بيبقى عنده نغزه كادمه بيقول لا انا هشارك وهكون متواجد، لان عندنا ملايين من جمهور النادي الاهلي بتكون متواجده، عايز اللعيب يكون متواجد. بنشوف ايمن اشرف ورجولته الكبيره جدا، بدر بنون ومتالقه والشناوي، كل اللعيبه، مش عايزين نتكلم حد، لكن في لعيبه كانت واضح جدا ان هي يمكن بيبقى عندها كدمه، عندها حاجه، لا انا متواجد، واللي يمكن يقول للكابتن سيد انا متواجد وقادر ان انا اكمل. علي معلول شفناه يمكن كان يكون في اخر الضربات الجزاء، يمكن علي عنده العضله الخلفيه، وانت كنت متواجد امير طبعا معاهم هناك، لكن هي دي كان عايز يلعب ماتش البايرن كله يا كريم وهو مصاب، يعني عايز يكمل ماتش بايرن وهو مصاب. الجهاز الطبي والجهاز الفني هم اللي قرروا ان لازم يخرج حفاظا على اللاعب، لكن الروح اللاعب نفسه، عشان برضو الكلام الكتير اللي طلع على علي معلول، الراجل كان مصمم يكمل وهو مصاب، هو شايف الاصابه خفيفه اقدر ادوس عليها، فاهم؟ فاهم ده اللي حصل بالظبط. يعني المخاطره ان انت امير طبعا، يعني بقيمه علي معلول الكبير ان هو يقول انا هلعب وعنده تقل، من الواضح انه ممكن كان يتعرض للاصابه، لكن هو هدفه جمهور النادي الاهلي، هدفه ان اسعاد جمهور النادي الاهلي، مش مهم انا يحصل لي ايه، المهم الجمهور يكون سعيد ومبسوط. وهو هي دي سمه لعيبه النادي الاهلي، كل لعيبه النادي الاهلي على قلب رجل واحد، ودي الميزه والسمه، ودي اللي بتخلينا امير نحقق بطوله الدوري وبطوله كاس وبطوله دوري ابطال افريقيا، ثالث عالم الانديه، عندنا بطولتين كمان احنا طمعين، وجمهور النادي الاهلي طماع، سوبر افريقي وسوبر مصر ان شاء الله باذن الله، مع الحاله والرغبه الكبيره وشخصية النادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي الكبيرة، إن شاء الله بإذن الله نقدر إن احنا نعمل نتيجة كبيرة جدا ونحقق كل البطولات اللي احنا دخلنا فيها خلال هذا الموسم. يا رب إن شاء الله أمير القادم يكون أفضل للنادي الأهلي. مباراة المريخ تحديدا فرقة قوية وفرقة عندها إمكانيات، لكن محتاجة تركيز كبير جدا منا، وده اللي كان واضح النهاردة مع بيتسو موسيماني اللي نهى المران كده بتقسيمة في منتصف الملعب كويس. بيحاول إن هو طبعا يضع التشكيل الأمثل أو ليخوض بها دي المباراة، لكن حتى هذه اللحظة لسه برضه بيحاول إن هو يجرب بعض اللعيبة اللي يمكن تفقد عدد كبير من لعيبة النادي الأهلي، فممكن نشوف توظيف لعدد مختلف من لعيبه النادي الاهلي. الحاجه المميزه جدا والشيء المميز جدا ان انت عندك كوكبه من اللعيبه، اي حد يكون متواجد في اي مركز هيأدي ان شاء الله اللي عليه، هو ده لعيبه النادي الاهلي، وهم دول رجاله النادي الاهلي، ابطال افريقيا، ثالث عالم الانديه. يا رب ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي كالعاده تكون مصدر سعاده لكل جمهور النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله يحافظ لعيبه النادي الاهلي سواء في المسحه الطبيه وايضا كمان من الاصابات حتى يوم المباراه ان شاء الله. زميلي امير ان شاء الله. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه التغطيه الوفيه في الحقيقه. زميلنا العزيز والمتالق دائما كريم احمد مراسل قناه الاهلي كان معانا على الهواء مباشره من استاد مختار التتش، وطمنا على كل الامور اللي بتتعلق بفريق النادي الاهلي قبل مباراه المريخ بعد بكره ان شاء الله.